الراديو 90 90 هواها مصر. مصر غالية وجوانينا حال بلدنا على الراديو 90 90 هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا, وخلينا نتكلم عن نشاط مؤسسة رئاسة الجمهورية. سواء من امبارح كان في اجتماع برضو هام مع قائد القيادة المركزية الامريكية, النهاردة كان في اجتماع برضو مهم جدا مع وزير الخارجية الياباني, الاعرب كمان عن خالص تعزيز للسيد الرئيس في ضحايا الحادث الارهابي اللي وقع بالامس. النهاردة كمان كان في مغادرة للوفد اللي هيكون مرافق ليه سيادة الرئيس, الوفد المقدمة لحضوره جمعية الامم المتحدة بنيويورك ان شاء الله. خلينا نروح لزميلنا العزيز الكاتب الصحفي محمد الجالي, محرر شؤون الرئاسة باليوم السابع. استاذ محمد مساء الخير. الخير يا استاذ احمد, عليك وعلى كل مستمعينك واذاعتك الجميله ودايما متالقه ومبدع. ربنا يخليك يا استاذ محمد, عارف ان عندكم مجهود امبارح والنهارده, وبدات امبارح كان في اجتماع مهم جدا مع قائد القياده المركزيه الامريكيه بين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وبينه, ايه اللي حصل؟ هو بالفعل امبارح كان في لقاء مهم, انت عارف ان في علاقات استراتيجيه بيننا وبين الولايات المتحده الامريكيه, و انت التدريبات المشتركه اللي هي الخاصه بالنجم الطافع, والرئيس اكد خلال اللقاء كما يعني ورد لينا من رئاسه الجمهوريه على حرص مصر على تعزيز علاقتها مع الولايات المتحده الامريكيه. احنا عارفين ان مصر تتبنى يعني, وده مش يعني واضح للناس كلها, ان مصر منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تبحث عن مصالحها فقط يا احمد. يمكن ده يعني متشاف حتى من خلال الرساله اللي بتقدمها مصر من الجولات الخارجيه شرقا وغربا, واللي هي لم تعد مصر رهينه السيطره الامريكيه او رهينه قطب واحد, انما تبحث عن مصالحها فقط. وشفنا ازاي ان هي عندها محاولات ومكاسب للانضمام الى بريكس, وهذا ما يقلق بعض القوى العظمى الاخرى اللي يعني اخذت على السيطره على مصر خلال الحقبه الماضيه, وهي حقبه انتهت الى غير رجعه, وبالتالي مصر تبحث عن مصالحها فقط. عندنا تدريبات مشتركه مع امريكا, وايضا تدريبات مشتركه مع الجانب الروسي باعتبارهم قوتين عظمتين, وده اللي كان غايب في كل الانظمه السابقه, مع احترامي للانظمه الوطنيه طبعا منهم. لكن الرئيس السيسي جمع بين كل تنويع العلاقات الخارجيه, تنويع العلاقات والبحث عن مصالحك فقط. يعني انت دلوقتي هو مش عارف يجي لك ازاي, انت مثلا جمال عبد الناصر, طب يلا روح اليمن, او انت بتؤمن بالزعامه القويه, لا هو مش عارف, مش قادر يفرض عليك اي من الشروط او اي من الكلام يكثر في الموضوع ده, ويحتاج الى الحلقات اللي احنا نحلل شخصيه القرار المصري في هذه الاولى. لكن بجد بجد نحن يعني محظوظون بوجود الرئيس السيسي في هذه الاونه. طبعا كان عندنا مشاكل كبيره, وكان الوضع مستقر افضل من كده, كانت مصر في ظرف سنتين ثلاثه بقت ماليزيا, لكن ان شاء الله القادم افضل, وده اللي احنا بنعمله جميعا. ما حدش هيسيبك تشتغل, لكن احنا حريصين على ان احنا نبقى اصحاب قرار وطني مستقل, وده اللي بيعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا. فلا يعني الملف الخارجي مصر كزدرة فيه كتير, حتى الدول اللي كانت ضد إرادة الشعب المصري في 30 يوليو طبعا حولت يعني من هذا النهج, وأمنت بأن مصر في معركة حقيقية ضد الإرهاب, وأن هذه الجماعات الظلمية كانت تريد يعني الهلاك للمنطقة والعالم. يمكن رؤية النظر المصرية إزاء ما يتعلق بالإرهاب ومواجهة الإرهاب الأول, الناس ما كانتش يعني شايفة الموضوع بشكل أكبر, دلوقتي شايفاه بدقة. شفنا العلاقات مع ميركل وألمانيا عاملة إزاي, بعض الدول اللي هي بتنفق فيها الأموال من الدول الداعمة للإرهاب لسه الأمور مش واضحة بالنسبة لها قوي, لكن مع الوقت كل يوم هتتضح والمصالح هتفرض نفسها هنا يا استاذ محمد. طبعا بذكر الجمعيه العامه للامم المتحده, احنا عندنا دي المشاركه الرابعه للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هيحترق باذن الله الاسبوع المقبل فتره من 13 ل 21. سبق وفد المقدمه, هناك وفد اعلامي سيبدا الى الولايات المتحده الامريكيه, الذهاب الى نيويورك منذ الجمعه المقبل ليكتمل عنقود هذا الوفد
يوم مع وصول الرئيس. هل الوفد اللي سافر النهارده استاذ محمد هو وفد تحضير للزياره ولا هو هيكون الوفد المرافق لسياده الرئيس من الساده الوزراء والاجهزه المعنيه؟ لا احنا عندنا في اي زياره للرئيس بيسبقها وفد المقدمه الاساسي اللي هو بيعد الاشياء والاقامه وما الى ذلك وبيستشرف الاجواء هناك، لكن الوفد الاعلامي سواء المرافق للرئيس من الصحف الخاصة والقومية أو الوفد الرسمي لم يسافر أحد حتى الآن. ده هيبدأ من يوم الجمعة. الجمعة المقبل. النهاردة كان في لقاء مهم جدا مع وزير الخارجية الياباني واللي أعرب كمان في بداية اللقاء عن تخلص تعزيه في الحادث الإرهابي، بيديك برضو مؤشر إن كل الدول حتى الدول الآسيوية متابعة كل الحوادث اللي بتحصل في مصر وكل الأحداث، وده اللي بدأ بيه النهاردة في لقائه مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالرسالة الوزير الياباني تاركونو كان لقاء مهم. احنا عندنا علاقات زي ما بنقول بننوع العلاقات، عندنا علاقات مهمة جدا مع اليابان، استجد اليابانيين كان الرئيس اثنى عليها خلال زيارته لليابان اوائل العام الماضي، وانا كنت مرافق لرئيس هذه الزيارة المهمة، يمكن ترجمت الى اتفاقيات ومذكرات تفاهم يتم تنفيذها على الارض الان. المدارس اليابانية يعني وانت طبعا في هذا المجال واعلم مني بهذا المجال، بدات بالفعل العمل اللي احنا فعلا محتاجين على وشك الانتهاء، وهتكون التجربه موجوده خلاص بالفعل، وكان في شكل من اشكال التعاون كمان في مجال التدريب، وكثير من المعلمين المصريين راحوا وخدوا التدريب في اليابان، والمدارس خلاص على اهبه الاستعداد ان شاء الله للدخول لعام الدراسي الحالي. يعني احنا بس عايزين برضه نوضح للساده المستمعين، يمكن مش عايز اقعد وقت كتير، لكن ليه الشخصيه اليابانيه؟ الشخصيه اليابانيه شخصيه مبهره، يعني زي ما بيسموه كوكب اليابان، شخصية مبهرة في التعامل والاحترام. شفنا نظافة الشوارع والنظام واحترام الكبير والصغير، وازاي الناس بتبقى خلايا نحل من الساعة 5:30. كانت نماذج معقدة لينا يا استاذ محمد لو تتذكر. طبعا انت حضرتك في السنة وانت موجودين هناك، اللي كانوا مثلا بيدخلوا بيحاول ان هو يروح يدخل، ما يقدرش يدخل في مكان مغلق او حتى مكان مفتوح، لكن ابقى يغلب شيء 2-3 كيلو في الاماكن المخصصه للتدخين. فالشخصيه اليابانيه كانت شخصيه مبهره، والمدارس اللي زارها الرئيس هناك اعتقد الناس تعود بالنفع. اذا احنا بناخد من كل حاجه، عندنا الطاقه المتجدده مع اليابان، عندنا المجال التكنولوجيا زي ما الرئيس راح فيتنام واستفاد منهم في موضوع المناطق الصناعيه وموضوع السلسلات البحريه، ايضا بيستفيد من كل الدول، بياخذ من كل الدول ما يريده لمصر الكبيره، مصر التي تستحق افضل كثيرا مما هي فيه. وان شاء الله احنا واثقين في ده، لا نقول هذا الكلام نفاقا ولا للاستهلاك الثاني ولا الكلام المعلب اللي كل الناس بتقوله، لكن ايمانا بان مصر باذن الله على الطريق الصحيح وستكون موفقه جدا في المستقبل القريب. يمكن كمان سياده الرئيس شكر النهارده وزير الخارجيه الياباني على دعم اليابان في عده مجالات، من ضمنها انشاء المتحف المصري الكبير واللي هيعد يعني صرح من صروح ان شاء الله الاثريه الفتره اللي جايه. اليابان برضو كان مقدمه دعم كبير لمصر في هذا الملف. بالفعل هم ناس بيحبوا التراث والاثار، ومصر بلد حضاره وبلد كبيره، يمكن لما بنروح اي بلد في العالم عارفين قيمه الحضاره المصريه، عايزين ده يترجم الى واقع ملموس يتم التسويق له بشكل كويس، في جداول زمنيه للتسويق ان شاء الله، برضه عوده السياحه الروسيه مع التسويق والترويج للاثار. استاذنك يا استاذ محمد هكمل معاك، بس هنروح نستمع